صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وحلقه جديده من بنصبح عليك. زي ما تعودتوا معانا دايما يوم الثلاث بتكون معانا فقرات متميزه. اولى فقراتنا هتكون خاصه بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كيفيه الاستفاده من هذه الوسائل. هنتكلم كمان عن موضوعات عديده وازاي نحن نستفيد من الانترنت بشكل عام. هيكون عندنا هذا اللقاء مع الاستاذه لبنى محمود، معيده بقسم الاعلام بكليه الاداب جامعه المنيا. من اخبار مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمستشار الالماني في برلين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الألماني رحب بزيارة السيد الرئيس لبرلين، مسمنا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيدا سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. من أخبار مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي برئيس ألمانيا الاتحادية في برلين. الاثنين 18 يوليو 2022 التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الاثنين في برلين مع السيد فرانك شتايدلماير ورئيس ألمانيا الاتحادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. المصري اليوم، السيسي في ذكرى قمة الأرض: مصر ستعمل على تحقيق هدف 1.5 درجة ومواجهة تغير المناخ. الوطن، السيسي في برلين: مصر كانت متنبهة للغاية لأزمة الطاقة. الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية. أخبار مصر، الرئيس يهنئ منتخب مصر لفوزه ببطولة أفريقيا لليد ويشيد بالأداء البطولي. اليوم السابع، رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة. من أخبار مصر، التعليم العالي 11 مليار جنيه تكلفة تطوير منظومة التحول الرقمي. اليوم السابع، التعليم تعلن عن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 31 يوليو. الشروق، انتخاب الدكتور احمد عبد الله زايد مديرا جديدا لمكتبه الاسكندريه. ودلوقتي هتكون اخر اخبارنا الارصاد. اليوم طقس شديد الحراره نهارا معتدل ليلا، والعظمى بالقاهره 36 درجه. يتوقع خبراء هيئه الارصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 36 درجة العظمى، 24 درجة الصغرى. الإسكندرية العظمى 31 درجة، الصغرى 25 درجة. مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة. العريش العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة. رفح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة. شرم الشيخ العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة. الغردقة العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة. دي كانت أهم الأخبار اللي معانا، وهنلتقي والفقرة الأولى عن أهمية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هيكون عندنا هذا اللقاء مع دكتورة لبنى محمود، معيدة بقسم الإعلام بكلية الأداب جامعة المنيا. مشاهدينا، وفقرتنا الحالية هتكون خاصة بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة من الإنترنت والوسائل المختلفة. الحقيقة ممكن نحن نستمد من الإنترنت معلومات كتيرة جدا مفيدة، وإزاي نستفيد من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ده هيكون موضوعنا من خلال لقائنا مع الدكتورة لبنى محمود، وهي مدرس مساعد بإذن الله بقسم الإعلام بكلية الأداب جامعة المنيا. إن شاء الله نبارك لك قريبا إن شاء الله على رسالة الماجستير. صباح الخير، منورانا ومشرفانا. صباح النور على حضراتكم، أنا سعيدة جدا أن موجودة معكم. خلينا نبدأ نتكلم إنه الإنترنت من الوسائل المهمة جدا جدا للبحث العلمي، ممكن نستفيد منها بشكل جيد جدا. وسائل التواصل الاجتماعي كمان مهمة جدا للإعلام. خلينا في البداية نركز على مفهوم وجود الوسائل المختلفة للتواصل والإنترنت.
تمام. بداية كلام حضرتك صحيح جدا، وسيلة الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة مفيدة جدا، بتمدنا بمعلومات ومعارف، بس نحسن استخدامها. اساءة الاستخدام هي اللي بتخلينا يعني نحيد عن الطريق الامثل ليها. يعني الانترنت زي ما حضرتك ذكرتي بنستخدمه في البحث العلمي، بنستخدمه في مساعدتنا على حتى التسويق لذاتنا من خلال السوشيال ميديا، بقت يعني مساحه للتواصل ومساحه لان انا اعرض مهاراتي، ان انا يعني اقول للناس كلها انا بتميز بايه، يبقى في سبل للتعاون بين الجميع. ولكن بعض الاستخدامات الاخرى هي اللي بتخلينا يعني نحيد عن ده. يمكن السوشيال ميديا بدأت يعني في 1995، بس بشكل اكثر واللي هي احدث الطفره بظهور الفيسبوك عام 2003، وده سهل التواصل بين الناس لانه يعني ما بقاش متقيد بحدود الزمان والمكان. ممكن ابعت لحضرتك مسج انت تشوفيها في اي لما تكون يعني في اي وقت متاح ليكي، مش لازم حالا زي تليفون او كده. كمان بنتيح ان احنا نتبادل الوسائط المتعدده، فيديو، صور. الكلام ده خلى ان العالم كله يبقى زي ما بيقول كده قريه صغيره، نقدر كلنا نتواصل مع بعض في اي وقت، نقدر كلنا نتعرف على ثقافات بعض. نقدر نتبادل المعارف المختلفه، نقدر حتى نلاقي فرص عمل. يعني انا مثلا بقول ان صح. انا بشتغل في مجال ما، ممكن يكون في حد صاحب عمل بيدور على شخص بيعرف من البروفايله، حتى دلوقتي بقى من الكي بي ايز او يعني سبل التقييم للشخصيه، ان انا بدخل على البروفايل الشخص ده المتقدم للعمل، بشوف هو شخصيته ازاي، مهتم بايه، ايه اهتماماته. حتى في التسويق مثلا بقى يعني السوشيال ميديا بيترجتوها يعني عشان اقدر اوصل للعملاء بتوعي او التارجت اودينس بشكل اسهل، فهي بقت مهمه جدا. ولكن بقى الجزء السلبي اللي هو ممكن يكون بيغير في طبيعه ده او بيغير من طبيعتها، ان هي كانت يعني الهدف الاساسي منها اللي هو التواصل مع الاخرين وتبادل المعارف، ان هو ممكن بقى نتبادل معلومات مغلوطه او فيك نيوز اللي احنا بنسميها يعني الشائعات بشكل عام. وده بنقدر ان احنا يعني نواجهه باكتر من طريقه يعني. طب خلينا دكتوره لبنى نركز على جزئيه مهمه جدا. عندنا بعض الاعمار او مراحل معينه من الاعمار، يمكن سن المراهقه بالتحديد من اكتر الناس اللي بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يعني في نوع من الهوس والادمان. ازاي نقدر ان احنا نستفيد من الوسائل دي، وان احنا نحاول نقنن التعامل مع الوسائل دي من خلال الاب والام، انه يكون في مساحه ان انت تتعامل بالسوشيال ميديا لكن في اطار وفي حدود وفي الاستفاده، مش مجرد ان انا بستعمل ابلكيشنز كتيره وان انا بتواصل مع اصحابي وبقعد في البيت بكلم على الواتساب. ولا يعني الحقيقه انا بشوف ان فيها نوع من المبالغه. صحيح. يعني هو في مصطلح ظهر يعني مؤخرا نتيجه لاستخدام السوشيال ميديا اللي هو فومو، فير اوف ميسنج اوت، يعني انا بخاف يفوتني اي حاجه، ودي مرحله الادمان اللي حضرتك بتقولي عليها. انا بقيت انفولفد في يعني منغمس جدا في الوسيله دي، او الفيسبوك، خايف اسيب السوشيال ميديا الاقي حاجه حصلت، حاجه حصلت فاتتني، ما اكونش انا اول حد اعرفها، علاقاتي الاجتماعيه تتاثر، يعني حاجه ما اقدرش اشارك فيها. وده بيبقى فعلا تاثيره على المراهقين اكتر. يمكن كمان في دراسات كتير جدا اثبتت ان ده بيصيب بالتوتر والاكتئاب والقلق، لان انا ببقى يعني بتاثر بكل الاخبار، اخبار سلبيه بقى بتخليني يعني اتفاعل اكتر. بالنسبه للاطفال والمراهقين بيبقى سلبي بطريقه يعني بمستوى اكبر، لان هما لسه مش عارفين بيتعاملوا ازاي. دور الاب والام ان هو يكون في رقابه، ان انا اوجههم يبقى في عدد ساعات معينه يعني محدوده في اليوم، ممكن مثلا ساعه ساعتين على حسب بقى، هو بيبقى في انشطه متعدده. يعني في الاجازات ممكن انزله ان هو يروح يتعلم مثلا رسم، يروح يتعلم هوايه ما تنفعه، تخليه شويه بتسحبه من اللي هو السوشيال ميديا والتطبيقات المختلفه للعالم الواقع، لان هو فعلا بينعزل عن الواقع وبيبقى منغمس اكتر في عالم افتراضي هو السوشيال ميديا خلقه له، ولكن ممكن يبقى ضعيف اجتماعيا في حياته الحقيقيه. فانا ده بيخليني لا يعني اركز قوي على الهوايات والانشطه، اشوف كمان الصفحات اللي هي تناسب عمره واشترك فيها. في بعض التطبيقات دلوقتي بتخلينا نراقب السوشيال ميديا او استخدام الانترنت بشكل عام للاطفال. يعني ممكن الام تحمل تطبيق ما تخليها من وهي بعيد عنه، حتى لو كانت في الشغل، بتعرف هو استخدم قد ايه، دخل على صفحات ايه، بيعمل ايه. في كمان نسخه من اليوتيوب للاطفال، لان ما ينفعش يبقى المحتوى الموجود على اليوتيوب يبقى متاح ليهم، لان ده كمان بيعرضهم لمشاكل كتير زي التنمر الالكتروني، حالات من الابتزاز كمان هم مش هيعرفوا يتعاملوا معاها.
يعني يمكن كمان الدولة بتواجه ده بأكتر أكيد. من طريقة يعني. حضرتك شايفة أنه مهم قوي أن أنا أعد الـ الشباب أو الأطفال أن هو لو اتعرض لنوع من الابتزاز أو من التنمر يعرف يتعامل إزاي، أو أن هو يبلغ يعني باباه ومامته أنه في حد مثلا بيتعامل بالأسلوب الفلاني. فكرة أن أنا كمان أستفيد من الصفحات من خلال السوشيال ميديا، ده في حد ذاته علم. يعني في ناس بتعمل ديجيتال ماركتينج، في ناس بتستفيد من ده بشكل إيجابي جدا. يعني حضرتك شايفة أن أنا إيه المهم أن أنا أركز عليه في السوشيال ميديا، وبداية أن احنا عندنا الأجيال الجديدة كلها يعني هي خرجت للحياة لقت ده موجود. يعني يمكن الأجيال الأقدم شوية هي يعني ظهر ده بعد فترة طويلة جدا، لكن أنا بالنسبة لي أنا كطالب أو كطفل أو كحد من الباحثين في مجال البحث العلمي، الإنترنت ليها فائدة كبيرة جدا جدا. يعني ممكن أنا أحصل على بحث من برة، من أمريكا، من أي دولة، من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الإنترنت. طيب خلينا يعني بالنسبه للاطفال أيوة. فان انا لازم يبقى في اجراءات معروفه، يعني ما ينفعش يبقى مثلا الباسورد ما انا مش عارفاه. يعني هو اذا كان لسه طفل وفي السن ده يعني محبس ان هو يبقى عنده يعني صفحات كتير على السوشيال ميديا او يبقى منغمس كتير، بس لازم الام تبقى معاها الباسورد بتاعته. لازم تقول له عملت ايه بعد ما ايه اللي حصل، لازم يحكي لها، لان هو لو تعرض لتنمر الكتروني او تحرش حتى الكتروني او غيره من السلبيات دي كلها لازم يحكي علشان تقدر تاخد اجراء أو وتقدر حتى ان هي تتعامل معاه نفسيا. فده بالنسبه للاطفال. بالنسبه بقى للشباب وان انا اقدر ازاي استخدمه الانترنت بشكل عام، يمكن احنا عندنا مشروع هايل ويعد مشروع قومي اسمه بنك المعرفه المصري. من خلاله اقدر بقى يعني قد ايه الاف بل مئات الالاف من الابحاث والدراسات متاحه، وفي بوابه للباحثين، في للقراء، في للاطفال، وفي كمان للتعليم الاساسي عندنا. يعني كل ده بيبقى متاح. يمكن الخطوه اللي احنا اخذناها من 2016 من بدايه تدشين بنك المعرفه خلتنا نتعامل حتى في الجائحه بشكل افضل، ان احنا بقى كان عندنا يعني البنيه التحتيه اللي هي تساعدنا ان احنا نبقى في التعليم عن بعد وقت ما كانش في مدارس. أيوه. فدي استفاده كبيره، نقدر ان احنا يعني بتدينا تعظيم للانترنت او للمحتوى الموجود عليه. أيوه. الشباب ان انا اقدر زي ما حضرتك قلتي في ديجيتال ماركتنج، في كمان الستارت ابس دلوقتي بتعتمد كلها على الانترنت والسوشيال ميديا. ممكن يبقى عندي مشروع بسوق له من خلال السوشيال ميديا، بشتغل من البيت، يعني مش لازم يبقى عندي بقى شركه ومكان. صح. خلاص يعني الاتجاه ده يمكن كمان بتعرفني على مبادرات اقدر ان انا اشترك فيها. وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه يعني عامله مبادره رواد 2030 او مشروع رواد 2030، بيقدم منح وبيقدم ماجستير ودبلومات، كل ده بيبقى موجود على 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 الصفحه بتاعتها الرسميه. زاد ان كل الصفحات الرسميه للوزارات حاليا بتتيح يعني كثير من المبادرات والمنح والفرص، وبتعلن عن فرص عمل. كل ده اقدر استفيد بيه انا كشاب، اقدر كمان اخد تدريبات او كورسز اونلاين. يعني بالزبط. كل ده اقدر ان انا يعني اطور من نفسي، باخد كورسات من خلال الانترنت. كمان ان انا خلينا نقول انه فتره كورونا كلنا اعتمدنا على ابلكيشنز ليها علاقه بالسوشيال ميديا. صحيح. سواء زوم او ايا كانت بتتقدم المحاضرات، او بعض الجامعات كانت بتستخدم تطبيقات خاصه بالجامعات بتاعتها. فخلينا نقول ان احنا كمان استفدنا في فتره الكورونا، وكتير جدا من الناس ثقفت نفسها في مجال الانترنت والتواصل الاجتماعي. ده حقيقي فعلا. هو يعني يمكن ده يعني اشار اكتر لدور الانترنت، او خلانا نشوفه بالشكل بقى الايجابي اللي هو احنا احتاجنا ليه فعلا. كلنا مش عارفين نتواصل، هي دي وسيله التواصل الاساسيه بينا اللي بتتيح لنا ان احنا نقعد ساعات بنشتغل مع بعض، ونقدر ان احنا كلنا من اي مكان نخلص شغلنا او المهام بتاعتنا. يمكن كمان في مصطلح في الاعلام اسمه الميديا ليترسي او التربيه الاعلاميه، احنا محتاجين جدا ان احنا نوعي بيه. يعني هو معناه ان انا بادي للفرد معارف ومفاهيم بتخليه قادر، يعني مهارات معينه تخليه قادر يتعامل مع وسائل الاعلام ومع المحتوى الاعلامي. بتخليه يكتشف ان المحتوى ده قدامي فيك ولا حقيقي، بتخليني اعرف ايه المصادر المفروض اخد منها المحتوى ده. صحيح. اقدر احكم ازاي اذا كانت المعلومه او الخبر اللي انا بقراه حقيقي ولا لا؟ تمام. في بعض الاخبار بتبقى مجهله المصدر،
يعني صرح مصدر منين؟ صرح مصدر مين المصدر؟ مفيش. لو انا حاسه ان هو يعني ممكن يكون في نوع من المصداقيه او الواقع وانا بلاحظ ان في مشكله ما وممكن ده يكون ريليتد بيها، في عده خطوات بنعملها. يعني ممكن ناخد العنوان ده مثلا على محركات البحث ونشوف هل في مصادر تانية اتكلمت عنها. طب لو في مواقع تانية، الموقع ده مثلا على أليكسا مثلا بنحطه ونشوف هل الموقع ده من المواقع اللي هي فعلا مستخدمه ومعروفه. في كمان يعني منظمه العفو الدوليه كانت عملت على اليوتيوب، يوتيوب داتا فيور ده بتقول لك المصدر الاصلي للفيديو ده ايه. جوجل ايمج ممكن ابحث بالصوره، السيرش انجن مثلا بالظبط ببحث بتعرفني اصل الصوره. احيانا مثلا كان في بعض الاوقات بتحط صور ويقول لك مثلا دي مظاهره في مكان ما مش عارفه ايه ولاقيها في بلد ثانيه خالص يعني. فاحنا ازاي كنا بنعرف ده؟ بنجيب الصوره وبنعرف ايه المصدر الاصلي بتاعها وتاريخها نشر امتى ومن اي موقع هي طالعه. فده حتى بيساعدنا احنا كاعلاميين ان احنا نتحقق من المصادر بتاعتنا يعني. طيب احنا هنرجع تاني يعني الادمان للانترنت، وانه احيانا الاولاد ما بيكونش عندهم وقت ان هم يتكلموا مع الاب والام داخل الاسره. بتقولي ايه للاب والام ازاي يكون حديثهم جذاب؟ لانه السوشيال ميديا ليها جاذبيه وليها بريق. صحيح. فانا كاب وام ازاي يكون عندي نفس البريق ده؟ هو موجود جبار بصراحه بالنسبه للاولاد او للشباب، ان انا اتعامل معاهم اجذبهم لحواري من غير ما يضيعوا وقت كبير قدام السوشيال ميديا. تمام. لو انا عايز اعمل كده فانا لازم انزل للمستوى الفكري بتاعهم، مع ان الاطفال اذكياء جدا يعني طبعا، بس ابقى مهتم باهتماماتهم. يعني لو هم انا شايفاهم مهتم بمجال ما هو بيشوفه كتير جدا، انا بشوف فيديوهات كتير جدا في المجال ده، انا كمان لازم اتفرج واتثقف اكتر في النقطه بتاعته دي واحاول اجذبه بناحيه تانية. يعني مثلا سي حد من الاطفال بيحب الكرتون بيسمعه كتير جدا مثلا، فانا عايزه اشوف الشخصيه اللي هو واخدها يعني الموديل بتاعته بالظبط، وابدا اكلمه طب احنا بنعمل كذا مثلا، الشخصيه دي بتعمل كذا يعني ممكن نعمل زيها. ممكن نروح نتعلم سباحه عشان الشخصيه دي هتلاقيها في الحلقات الجايه بتتعمل بالزبط. كذا. فانا بشوف ايه القدوه بتاعته وبعظم منها، وكمان بخلق له قدوه تكون فعلا حقيقيه، مش لازم يبقى في الواقع الافتراضي بتاعه على طول. يعني احاول اعرفه على ابطال، اجيب له صور. يعني يمكن الجاذبيه في السوشيال ميديا ان هي الصوره والفيديو، يعني المرئي والمسموع في وقت واحد. فانا ممكن مثلا اعمل زي العاب كده في البيت، صور بخليه يعني قريب منها ولكن في نفس الوقت بيتفاعل بشكل واقعي. لكن فكره المنع او الحجب او ان انا اوجهه بشكل دايركتلي اعتقد يعني مش تبقى نافعه مع الجيل اللي هو زي حضرتك قلتي بقى يعني منغمس اكتر وموجود اكتر على السوشيال ميديا، وبقى دي حاجه مهمه واساسيه في حياته يعني. طيب نرجع للبحث العلمي والتطور في مجال البحث العلمي، ان انا من خلال الانترنت اقدر استفيد ازاي كباحث في مجال البحث العلمي؟ ان انا عايزه اطلع على معلومات، ان انا عايزه اتاكد من مصداقيه المعلومات، ان انا اقدر اضيفها في رساله علميه مثلا، ده مهم قوي ان انا اتاكد من المصدر لانه هكتب المصدر الفلاني. فازاي اعمل ده؟ تمام. لو هنتكلم من خلال السوشيال ميديا فهي خلتني اقرب اصلا لاساس المصدر. يعني سي لو انا مثلا اهو في مجال الاعلام، فانا على السوشيال ميديا انا بقدر اتواصل مع اساتذه الاعلام، مع الدكاتره اللي هم اصلا صانعين للمحتوى والبحث العلمي في مصر. اقدر يعني اوصل من المعلومه من مصدرها، بسال يعني كتير جدا، بتوجه للاساتذه كبار جدا في جامعات مختلفه. ممكن صحيح. ما اقدرش ان انا بتبعتلهم. اوصل لهم بالظبط، يعني اسافر في اكتر من مكان، لكن اقدر ان انا اسالهم كلهم وانا موجود.